هاي النمورة سخنة وفريش، النمورة سخنة وفريش بالقشطة. ليكو القشطة كلها سخنة وفريش. تشرفونا بفرع الشارقة الجديد في برج المها. نحن اليوم لايف من فرع الشارقة، أهلا وسهلا فيكم. هاي النمورة بالقشطة فريش 100%. بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله. فينا نكمل هيك تقطيع بالله بعد إذنك. هاي الكنافة فريش 100% وسخنة وبتتصنع هون فريش مثل ما شايفين الجبنة، ومتوفرة بكافة الأحجام. هاي حلاوة الجبن. سمعانين الهرشة؟ سمعنا سمعنا. الله الله سخنة. هذا كله فريش 100% هلأ طلع من الفرن. حكينا عن الكنافة. كنافة بالجبنة السخنة تازة وفريش هلأ طلعت. بسم الله. في أكثر من حجم، في عندك هذا الحجم، في هذا الحجم 600 جرام 800 جرام، في عندي القطع هيك. عندك كيلو؟ عندي كيلو، كيلو ونص. الكيلو موجود. ها بسم الله بسم الله. هاي الكنافة، هاي الكنافة كلها فريش. هاي الكنافة كلها فريش، متوفرة بالقطعة ومتوفرة بالكيلو ومتوفرة بالخمسة كيلو وعشرة كيلو ومية كيلو بإذن الله. كلها فريش 100% التصنيع داخل الفرع. بسم الله ما شاء الله بسم الله. مو شايفين الجبنة؟ الجبنة عم تشط. يا عين يا عين. طبعا أهم شيء بالكنافة الجبنة تشط. بسم الله بسم الله. عين عليك يا ابراهيم يا عين يا رب. بسم الله بسم الله. انا غالي. طبعا مثل ما شايفين اول ما بفوت الزبون اهم شيء الاجراءات الاحترازيه والتعقيم. اهلا وسهلا فيك. بعدين هون الاخ ما بده تعقيم، هون يعني واحد من اصحاب المحل. اهلا وسهلا فيك، شرفت ونورت. ان شاء الله في العافيه. بدنا هيك تدوقها وتعطينا رايك على اللايف بما انه ما في حدا جنبك. اهلا وسهلا فيك، كيف شفت لنا الفرع الجديد؟ حبيب قلبي اهلا وسهلا. طبعا مثل ما شايفين الباركن صار متوفر. طبعا
يعني اهم شيء الباركن والزحمه، ما يكون في زحمه قدام، يعني ما يكون في زحمه بالطريق، والباركن اهم شيء. فكله صار متوفر عنا هون، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. مثل ما شايفين هاي الكنافه فريش 100%. الكنافه قراص الكنافه، بتحب القرص بس تحب الكيلو، بتحب النص كيلو، بتشرفونا وبتنورونا. بسم الله. ابراهيم لسه العرض مستمر؟ العرض على الكنافه مستمر، عاملين الكيلو ب 51 درهم، وكيلو النموره بالقشطه بفرع الشارقه كمان ب 51 درهم، الغريبه بالقشطه عليها كمان خصم الكيلو ب 51 شامل ضريبه. والكنافه حسب الوزن كلها بتنصنع فريش 100%. هاي الكنافة سخنة 100%، بس هلا بدنا نروح على أبرد أكلة موجودة بحلويات السلطان. هلا رح نورجيكم إياها، اللي هي مفروكة بالفستق، وطبعا حلاوة الجبن كمان. بسم الله. بسم الله كلها. بسم الله. بسم الله تعالى. هاي الغريبة بالقشطة. بسم الله. قشطة فريش ولذيذة. اشرحنا عن الهريسه، كمان الهريسه من ضمن العرض صح؟ لكن الهريسه موجوده مع العرض، النموره بالقشطه، غريبه القشطه، حلاوه الجبن، الكنافه بالجبنه المدلوقه، ورباط القشطه، كله ضمن العرض. الكيلو ب 49، 51 شامل الضريبه. 49 درهم الكيلو. درهم اكيد. لسه كمان بدي اخبركم هلا انه عرض البوظه ما زال مستمر. اللي هو الكيلو ب 29 درهم بس، كيلو البوظه بالقشطه 29 درهم بس، وبالقشطه والفستق ب 49 درهم. طبعا يعني في خصم كبير. كيلو قبل كم؟ 40%. 40% تقريبا. هي هريسه. هي الهريسه باللوز كمان من ضمن العرض ب 49 درهم الكيلو بالسمن العربي. بسم الله. اي والله بسم الله. الكيلو ب 49 درهم ومع الضريبه 51 درهم. بسم الله. والله مشتهين ندوق على اللايف والله. هي الهريسه بالفستق 49 درهم. لا الغريبة بتشل معلم، الغريبة بدك تجي تجربها. اعطيني هذا. طعمينا غريبة على اللايف. الغريبة فريش 100% وانصنعت هلا. ها بسم الله. بسم الله. هي الغريبة بالقشطة على كيفك. العرض فقط في فرع الشارقة، يعني بتشرفونا بفرع الشارقة الجديد. امتى ما بتحبوا؟ فاتحين للساعة 1 بالليل يوميا ان شاء الله تعالى. يا حبيب قلبي، كيلو البوظة هلا صار ب 29 درهم، اللي هو بالقشطة عاملين عليه عرض 29 درهم. الخصم 40%، مش 40 درهم ولا 10 درهم، الخصم 40% عليه. اهلا وسهلا فيك، بتشرفنا يا استاذ عمر. اهلا وسهلا، ناطرينك.
اخي فادي موجود العرض بكل الفروع باذن الله. عرض البوظة اما عرض الاشاطي موجود بس بفرع الشارقة بمناسبة انه الفرع انتقل الى الجهة المقابلة. نعم نعم. صار ببرج المها. نعم. انت وجاي من دبي على اليمين. اي الغريبة بالقشطة كلها على كيفكم يعني على كيفكم بإذن الله تعالى. الغريبة بالقشطة كمان عليها عرض بفرع الشارقة 49 درهم بس. الغريبة والنمورة. النمورة هاي النمورة ورشين النمورة على اللي. بسم الله. هاي النمورة النمورة سخنة وتازة وفريش وكمان عليها أطيب بقلاوة بالقشطة 49 درهم بفرع الشارقة. والهريسة كمان من ضمن العرض بتسعة وأربعين درهم الكيلو. هريسة بالفستو وهريسة باللوز. طبعا عروض الأشاطي فقط بفرع الشارقة الجديد لأنه نحن التقلنا إلى الجهة المقابلة إلى برج المها. صرنا هلا ببرج المها والعرض ساري ومتوفر وبتشرفونا. وعرض البوزة متوفر بكافة فروعنا. عرض البوزة أهلا وسهلا فيكم. نروح على وربات القشطة الثاني. هاي وربات القشطة. عين. بسم الله. احنا الان معاكم لايف من فرع الشارقة. الفرع الاول لحلويات السلطان في الامارات. هلأ لايف أبرد وأطيب أكلة موجودة عند السلطان. بسم الله. بسم الله. شو اسمها هاي؟ مفروكة القشطة والفستو وباردة. شو باردة؟ يا عين يا عين يا عين. شوف 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 القشطة. شوف القشطة باردة 100%. بسم الله. هاي تأكل قشطة فريش. هاي الأكلة معلم باردة. هلأ طلعت من الفريزر. اهلا وسهلا فيك. تفضل. اهلا وسهلا. هلا هاي مجمدة لسه بدها شوي تفك. لا بدك لا بدك كريم. بدك تجربها شوي مثل الايس كريم صارت يعني. هي مفروكه بالفستو واللي بالنص قشطه بس قشطه بارده يعني على كيفك. شو رايك؟ ما فيها سكر على فكره. طيبه زي البوصه جاي. ايه بالضبط. اعطيها جامده ان شاء الله فيها العافيه. كيف شفت لنا الفرع الجديد؟ اهلا وسهلا فيك حبيبي. الله يسعدك. هون احسن هون تعرف بالخير يا حبيب قلبي. اهلا وسهلا لنا الشرف فيك. شرفت ونورت. اهلا وسهلا استاذي. اهلا وسهلا. هاي المفروكه بالفستق. نعطي الجبن. صور لي الصالة. رد علي رد علي. الو. اهلا وسهلا. ايوه حلويات السلطان. هاي المفروكة بالفستق فريش 100% بارد. لا هي كمان هلا طلعت من الفرن معلي. مثل ما شايفين القشطه فريش. كيف شفت لنا طعمها؟ طيبه
ان شاء الله صحتين و ان شاء الله صحتين والف هنا. نورتنا وشرفتنا والله. نحن مبسوطين فيك، عم تغلظ عليك بس مبسوطين فيك. يا اهلا وسهلا فيك، نورت. مع الباركن ها؟ كيف الباركن هات شفت لنا يوم برا؟ أهم شيء الباركن أخي، أهم شيء الباركن. نورت وشرفت، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، شرفتنا أستاذي. بسم الله بسم الله، بلشت بلشت النمورة يا رب. هلا النمورة فريش سخنة مثل ما شايفين. نعم نعم نعم. شلون جابينا؟ حبيب قلبي يا استاذ طلعت بتشرفنا. احلى استاذ طلعت، هيت على عيون الاستاذ طلعت. طعمين الاستاذ طلعت ضيفي. ها بارك الله فيك. الاستاذ طلعت عم يقول ما شاء الله والله بده عمليه سطو على السلطان. لك بقوا احلى استاذ طلعت الغالي. حبيبي ليسير انا الغالي شرفت. هلا شو بين اصل فستق والحلبي؟ يلا على الفستق. تفضل تفضل. الشارقة فرعنا الجديد في برج المها. انت وجاي من دبي على اليمين بتلاقي برج المها، برج المها تاور بجانب سوبر ماركت ثمار لبنان. طبعا هذا الفرع الجديد في الشارقة، انتقل فرعنا القديم الى برج المها. حلويات السلطان العالمية، هاي المفروكة بالقشطة باردة باردة وشهية. بسم الله.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شرفتنا حبيبي. اهلا وسهلا. هذا استاذ احمد. يا اهلا وسهلا شرفتنا. كيفك؟ شو اخبارك؟ تنزلني على الفيسبوك دغري. على الفيسبوك؟ انت لايف على الفيسبوك معلم مباشره. انت لايف معلم. بدك تعطيني رايك. هي النموره من شوي طلعت من الفرن. بدك تعطينا رايك فيها على اللايف معلم. كيف شفت لنا الفرع الجديد والباركينات؟ مبروك الباركين. كيف معلم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو احلى شيء الباركين. احلى شيء الباركين. شو وضع حاضرين عم بتكرم عينك؟ والله كيف شفت لنا النمورة بالقشطة؟ كيف النمورة بالقشطة؟ والله رايقة. تاخذ لك واحدة ثانية؟ طيبة مثل. الله يعزك يا غالي. الشرف والله. الشرف والله. شرفتنا ونورتنا. نبزي سمي بالله. لا ورجينا هاي الناس. عمي هذا 35 العرض مستمر اللي هو على البرازة والغريبة والمعمول. العلبة بعشرين درهم. هدول الباقي السلطان. وأكيد عرض البوزة مستمر اللي هو كيلو البوزة بالقشطة بتسعة وعشرين درهم فقط. كيلو البوزة بالفستق والقشطة بتسعة وأربعين درهم. أهلا وسهلا فيك شرفتنا. أهلا وسهلا. لا صار في باركن طمنوا عليه. كيف شفت لنا الباركن والفرع الجديد؟ لك يا اهلا وسهلا فيك شرفتنا والله. شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا. هلا النمورة عنا سخنه. وهي الغريبه بالقشطه بدنا ناخذ رايك فيها على اللايف. شوف بدنا ناخذ رايك فيها على اللايف اذا بتسمح لنا. حلاوه السلطان من احلى حلويات صراحه. صار لي 25 سنه بالبلد هون. صرت 95. اوكي وين بتروحوا انا وراكم يا حبيب قلبي. لنا الشرف فيك وانت من الزباين اللي بنفتخر وبنتشرف فيها. نحن هلا على الفيسبوك وبنتشكرك كثير وبنتشكر حضرتك. اهلا وسهلا فيك صراحه. مش فرشكم بس يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لنا الشرف. لنا الشرف. موجود بوزة. موجود بوزة بالفرع الجديد. عنا البوزة العربية كلها فريش كلها على كيفك وعليها عرض كمان. الكيلو بتسعة وعشرين درهم. الكيلو البوزة بالقشطة وكيلو البوزة بالقشطة والفستق بتسعة وأربعين درهم بس. استاذ أنس لو سمحت عم يقولوا موجود بوزة بالفرع الجديد. بالفرع الجديد احنا البوزة موجودة عنا أساسا. إذا ما لقيتوها بالفرع الجديد ما حتلاقوها. كل شيء موجود. كل شيء موجود وبتشرفونا.
يا ميت البيضة. كم حبة هي؟ هي هي تقريبا 650 جرام. شيء حبة نعمة حبة خشنة. يلا هاي كلها هلا صارت فريش. هلا بالفرع الجديد في شيء حلو انه كله صار عم يتصنع هون. لا كله 19.95. لا هذا الوحدة ب 19.95. فيها علبة برازة، فيها علبة غريبة، فيها علبة اللي هي معمول. هذا العرض الجديد لنا الشرف يا كبير. اهلا وسهلا. الصبح لا معلمني. طيب ماشي انا نزلت خلاص. ديره اهلا وسهلا بالشباب، شرفتونا. هي احلى كنافه من السلطان، ان شاء الله فيها العافيه باذن الله. هذا عرض البرازيل الغريب. هي النموره بالسمن العربي، النموره بالسمن العربي عم يقولوا. طبعا بالسمن العربي. هي المغشوشه طلعت تازه وشفنا من عند استاذ علاء. شو هي؟ هي مغشوشه من حلويات السلطان. يا عين عليك، سلم الايدين يا استاذ. هاي المغشوشة هلا طلعت